للحديث عن انتهاكات ميليشيا العصائب وإطلاقها الرصاص الحي على المتظاهرين في مدينة الكوت، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الناشط السياسي علي العزاوي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني إطلاق نار على الثوار في الكوت في واسط، لو تطلعنا كيفية بداية الأحداث ولماذا أطلقت ميليشيا العصائب النار على الثوار، ما السبب في ذلك؟ حياك الله أستاذ العزيز. حياك الله أستاذ علي. وكل مشاهدين فضائية الرافدين. أهلا بك سيد الكريم. الحقيقة يعني ليس بغريبة، يعني هاي نتيجة السلاح المفرز، ودائما ما كنا نحذر من يمه غياب الدولة، سلاح المفرز، الميليشيات. نعم. ما يقول الولاء حال غير دول، يعني هاي مو أول حالة، مو أول حادثة ولا آخر حادثة. نعم. يعني البلد يتعرض من زمان إنه في هكذا حالات. لكن احنا اليوم تفاجئنا انه هذه الحاله في وقت النهار وامام اعين القوات الامنيه، امام اعين قياده الشرطه بدون اي رادع، وللاسف الامور لغايه هذه اللحظات تطور مستمر. نعم. نتمنى يعني الاجهزه الامنيه في المحافظه ان تاخذ دورها بشكل جدي، ان تفرض هيبتها على ارض الواقع، ان تسحب السلاح المنفرد، لان بصراحه الوضع حاليا بالكوت يعني أتكلم هناك يعني قبل دقائق ولا زال الوضع متوتر. نعم. هناك تهديدات، هناك تحريض قتل للناشطين، هناك هواي امور حاليا على ارض الواقع في غياب تام للدوله. استاذ علي، الثوار منعوا الميليشيات من اقامه حفل تأبين لقاسم سليماني، يعني الميليشيات ردت باطلاق الرصاص كما هو حاصل الان. كيف تقرأ هذا الموقف من الثوار الرافض للهيمنة الإيرانية على العراق؟ أستاذ، القراءة الواقعية أنه ليس كما يقول غرض المهرجان أو الاحتفال طالبهم، لا، هي كانت أيضا خطوة معدة مسبقا، خطوة ابتزازية. نعم. والدليل أنه في واسط توجد أكثر من ساحة، أكثر من قاعة. طيب. قبل كم أسبوع صار هناك احتفال لهم، ملعب الكوت الأولمبي محل تعرض لهم. احتفال بغير قاعة وما حد تعرض لهم، لكن اليوم كانت خطوة ابتزازية معدة مسبقا، عندما يدخل الساحة ويمزق صور شهداء تشرين ويعلق صورهم، يعني خطوة استفزازية. وجد يعني ردنا مثل الأمور تنحل بصورة سلمية، لكن هم أصروا وردوا بالعكس، ردوا بالعنف، إطلاقات نار حي. وهذا الحجر الكلام أنا أتكلم هناك بإطلاق نار حي أمام عين الشرطة، وهم متواجدين على بعد أمتار. نعم. وحاول اكثر يعني من قيادات الامنيه في المحافظه حاولوا اقناعهم بنزع السلاح، بايقاف اطلاق النار دون اي جدوى. استمر اطلاق النار، تعرض عندنا 2 من المتظاهرين الى اصابات. نعم. عن طريق الحجاره عندنا احد المنتسبين لاخواتنا القوات الامنيه ايضا تعرض للاصابه. نعم. وهذا كله موثق في فيديوهات وصور موجوده حاليا. بعض الصور عندنا اللي تعرضوا للاسف قاموا دعاوي في المحاكم، وهذه الميليشيات المنفردة. طيب أستاذ علي، في ظل هذه الانتهاكات المستمرة من الميليشيات، هل تعتقد أن العنف استطاع إثناء الثوار عن أهدافهم؟ لا، صدقني احنا ما هيك أمور لا راح تخيفنا ولا راح تردنا، يعني احنا هذا الأسلوب تعودنا على منذ بداية تشرين. أنا حابب أتكلم منك وجدت قبل دقيقتين تقريبا الساحة، ساحة الثوار واسط حاليا متوجه. كل ثوار ساحة واسط متواجدين في الساحة وداخل خيمتهم المركزية، وجود قوات أمنية قريبة عن الساحة. بصراحة لأن هناك تهديدات، هناك تحريض في مواقع التواصل الاجتماعي على بعض الناشطين، على النواب المستقلين، ولذلك حاليا شبه استنفار كامل عدة ثوار متواجدين في الساحة وباقين. نعم. وما راح نترك الساحة ولا راح نترك خيمتنا المركزية. من واسط الناشط السياسي علي العزاوي، شكرا جزيلا لكم.